قارة من القرآن الكريم، صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول استخارة بالقرآن الكريم لأصحاب هذا الأحرف وهذا السبحة الخاصة بهم، وثاني استخارة لأصحاب هذا الأحرف والسبحة الثانية الخاصة بهم. يعني أول استخارة حرف الألف والباء والتاء والساء والجيم والحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد، هذا أول استخارة. والاستخارة الثانية بهذا الأحرف وهذا السبحة الخاصة بهم. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. سورة الزاريات، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف. ديالك يا أصحاب هذا الأحرف، ديالكم نصرة من عند الله بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. عانيتوا كثير تعب، ما حدش وقف معاكم، ما حدش ساعدكم، ديالكم نصرة بإذن الله تعالى. الأمور هتترتب معاكم، أو بعض الأمور هيكون فيها ترتيب حلو. أنا شايف إن عندكم عمل كبير، والعمل ده هيكون فيه خير ليكم، فيه طاقة إيجابية ليكم. أنا شايف في حد عندكم هيرجع من سفر، أو مستنيينه إنه يرجع من سفر. أنا شايف إن عندكم فرحة حلوة من بعض التعب اللي تعبتوه. أنا شايف مفتوح قدامي بعض المواضيع اللي فيها طاقة إيجابية ليكم بإذن الله، أو ثقة في حد. بس أنا شايف بإذن الله تعالى أول مقدمة أشايف لهذا المجموعة الأولى، أنا شايف باب السفر مفتوح قدامكم. شايف باب السفر مفتوح قدامكم. أنا شايف تاني خطوة الفترة دي بإذن الله، شايف هيكون فيه رجوع، يعني أو في توفيق من عند ربنا بخصوص الشريك، يعني أو بخصوص حد عزيز على قلبك. أنا شايف برضو في أنتوا يا أصحاب هذا الأحرف منكم في عنده التخاطر شديد، أو رؤياته للحياة قدامه، رؤياته بتحصل معاه حاجات بتكون صادقة، لأنه قلبكم منكم قلبه طيب ومخلص لله، ما بيحبش يأذي حد، ما بيحبش الشر لحد، بيحب يساعد الناس كلها. بس أنا شايف إن منكم عليه نذر، فلازم توفي بنذرك، حاول تفتكر نذرك أو النذر اللي قلته، فلازم توفي، أو حاول تفتكر النذر اللي أنذرته عشان توفي. شايف إن أنا عندكم مكان جديد، أو مسكن جديد، أو بيت جديد، فيه طاقة إيجابية، فيه عمار لكم، فيه راحة لكم، أو يكون سكن جديد، أو تغيير مكان. أنا شايف إن فيه تغيير مكان للأفضل لكم، وهذا المكان جديد وفيه راحة لكم. أنا شايف هنا في حد، الحد ماشي في طريق مش كويس، في حد منكم أو حد قريبكم عزيز على قلبكم ماشي في طريق مش كويس، ماشي في طريق مش كويس. هانتوا تنصحوه بالصح، او بتنصحوه ان يبعد عن هذا الطريق، ليست مستمع لاحد منكم، او ليست مستمع لي الكلام. شايف ان منكم يا اصحاب هذا الاحرف تعبان ماديا، او مخنوق، عنده طاقة سلبية شديدة مسيطرة عليها، حاسس ان هو عايش لوحده، حاسس ان الدنيا واقفة معاه، حاسس ان كل الابواب مقفلة في وشه. بس انا شايف ان في تعويض باذن الله تعالى، ديلك في نصرة من عند الله، شايف ان في فرحة تيجي لك قريب بقدرة الله تعالى. انا شايف ان في منكم في ناس بتخاف جدا انها تخسر الناس اللي بتحبها، يعني انت لو عندكم حد بتحبوه بتخافوا جدا انكم تخسروه، او ان هو يزعل، او هو يتعرض لظلم او يزعل. بس عشان انتوا لما بتحبوا بتحبوا بقلب صافي، بتحبوا باخلاص جدا، مش زي الناس التانية اللي بتدخل حياتكم. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا شايف ان عندكم حاجة،
الحدد انتم مستعدلين فيه، عايزين تعملوها بأي طريقة أو بأي طاقة تعملوها، بأي حدا تعملوها. أنا شايف عندكم وسواس، عندكم وسواس ومين وسواس، عندكم وسواس وشايف عندكم سحر، سحر شايف عندكم سحر، شايف عندكم سحر مخليكم تعبانين مخنوق، أشياء كثيرة مقفلة في وشكم، تحسوا بالتعب، تحسوا بالخنقة، تحسوا بالضيق، تحسوا بالمشاكل، تحسوا بالوحدة، سحر مسيطر كثير. هسيب لكم رقمي في نص الفيديو إن شاء الله أو في نصف الفيديو، هسيب لكم الرقم الواتس اللي عايز يتواصل معنا في العلاج أو في أي استفسار إن شاء الله يتواصل معنا على الواتس. أنا شايف إن في عندكم تعويض، أنا شايف عندكم تعويض على في طاقة تانية خالصة تكون عندكم. شايف هنا في حد ما بينك وبين الشريك في نفور او في مشاكل، يعني شايف في حد منكم يا اصحاب هذه الاحرف في مشاكل ما بينه وما بين الشريك، او في نفور ما بينه وما بين الشريك، في امور مختلفه منعكسه ما بينك وما بين الشريك، والله اعلم. شايف هنا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه، يعني ان شاء الله ربنا هيرفع عنكم بلاء او مشكله كنت هتقع فيها، هيرفع عنكم باذن الله تعالى، او هتحلوها المشكله، او مشكله هتتخلصوا منها باذن الله تعالى سريعا. بس بلاش الاستعداد، بلاش تستعداد، بلاش ما تجعلوا ما بينكم وبين اللي تحبوه طاقه سلبيه، بلاش تخلوا في طاقه سلبيه ما بينكم وبين اللي تحبوه. صفوا حساباتكم، صفوا حساباتكم. انا شايف باذن الله تعالى في حد هيدي هيكون هذا الشخص هيساعدك ماديا، او هيفتح اللي معاك باب كنت بتحاول تفتحه، هيكون فيه مساعدة، او حد هيديلكم يعني، والحد هيدخل حياتكم، هيدخل حياتكم بالخير، او هيعرض عليكم اكتر من عرض، وانتوا اللي هتقرروا هتعملوا ايه معاه، او مع الطاقة اللي دايالكم، او مع العرض اللي دايلكم، او مع هذا الشخص اللي دايلكم. الشخص ده هيدخل في حياتكم بطريق الخير، ما تقلقوش خالص عشان ما تبقوش قلقانين، الشخص ده يخش عليكم بطريق الخير. الحرف الشخص ده هيخش عليكم بطاقة ايجابية، وهيوزعها عليكم باذن الله تعالى، وهتتخطوا المرحله الصعبه اللي انتوا فيه، عشان شايف ان انتوا في مرحله صعبه. انا شايف ان انتوا روحانياتكم عاليه، عندكم ثقه بالنفس، دايما بتحاولوا بقدر المستطاع او تجددوا طاقتكم او توصلوا للحلم. انا شايف ان انتوا ماشيين في طريق باذن الله تعالى هتوصل للي انت عايزه، اللي انت تريده، بس حاول تخلص من طاقه السحر، من طاقه السحر. انا شايف عشان انتوا داخلين في عزلة، في خنقة، في ضيقة، بتدوا الناس الخير، ما بتاخدوا منهم الا الشر والطاقات السلبية، بتحبوا الخير للناس كلها. بس انا 100 مرة واقول وكذا مرة، مش كل الناس اللي بتتمنى لك الخير، او مش كل الناس اللي بتحب لك الخير. انت ممكن تساعد الناس فتستقبل منهم طاقات سلبية. انا شايف هنا في مشاكل بينكم وبين اولادكم، او في مشاكل ما في صله الرحم، شايف عشان انا في عصبيه، وشايف ان انتوا واخدين جنب لنفسكم الفتره دي بشكل كبير جدا. انا شايف حد عندكم عايز يهدي حد هديه، او عايز يشتري لحد هديه، او عايز يعمل له حاجه حلوه، الله اعلم، ان شاء الله هيعملها قريبا. انا شايف ان في طاقه هتتجدد لي، او حد منكم عنده طاقه هتتجدد لي باذن الله. انا شايف بس حصنوا نفسكم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ان شاء الله تخرج. انا شايف انها تخرج، انتوا بتحاولوا، منكم بيحاول يخلص من هذا السحر اللي عنده والحسد اللي عنده. ان انا شايف طاقه الحسد شديده، عامله لكم عزله، عامله لكم تعب، عامله لكم تعب في المعده، او في العمود الفقري، او في الظهر، او في الرقبه، في تعطيل، في نفور بينكم وبين الشريك. خسروا منكم طبعا، حصل انفصال ما بينه وما بين الشريك، من اصحاب هذا الاحرف حصل انفصال ما بينه وما بين الشريك بسبب السحر، وهي شيطانة أراها، شيطانة قريبة ليك وليست غريبة، بل هي تكرهك، ما تتمنى لكش الخير، ما تحب لكش الخير، تحبكم أنتوا اللي محتدلهم مش هي. هكذا صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا شايف بس إن أنتوا عندكم ثقة حلوة بنفسكم، عندكم ثقة، بس أنا شايف العراقيل كانت واقفة معاكم شديدة، ما شايفش استكمالات في أي حاجة معاكم. بس انا شايف ان عندكم كانوا شوية مشاكل، شوية تعب، بتحاولوا تحلوها،
يعني بتحاولوا تحلوها بإذن الله. أنا شايف إن أنتوا بتحبوا تتكلموا مع الشخص اللي أكبر منكم سنا، بتاخدوا منه أفكار، تاخدوا منه طاقة إيجابية، بتحبوا تستفسروا منه أو تتعلموا منه. أنا شايف كده برضو بإذن الله، يعني دايما بتضربوا به المثل وبتقول الشخص ده بالنسبة لنا قدوة او طاقة ايجابية، بس فعلا انتوا حاطينه قدامكم بشكل جيد او شكل كبير، وفعلا محلكم او محلكم في حقه. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. فضلا وليس امرا احبابي في الله، كثيرا بيشاهد الفيديو وينسى يدعم الفيديو باللايك، الفيديو بيفيدنا بيخلي اللايك بيفيدنا بيخلي الفيديو يطلع اكسبلور. انا شايف هنا ان انتوا حاسين من الوقت للتاني ان في حدر على قلبكم، في حدر او كتلة على صدركم او على قلبكم، مش قادرين تاخدوا نفسكم، مش قادرين. هذا انكم اتعرضتوا للخيانة، شايف في كسرة في القلب او زعل شديد، تعرضتوا للخيانة، تعرضتوا للكذب، تعرضتوا للغدر. بس ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي اللي يقف معاك واللي يساعدك واللي يكون سند حقيقي، مش زي اللي غدر بيك من قبل، وهتخلصوا من هذا الطاقة السلبية. لان الشيطان بيوسوسكم في افكار غريبة، ساعات تحس نفسكم تعبانين كتير. بس انا شايف في رسالة ديالكم، الرسالة دي هتطفي النار اللي جواكم. انا شايف علشان دول القلب عذاب رهيب جدا. شايف برضو في رسالة، الرسالة دي هتكون بإذن الله فيها تبشرات حلوة، فيها اطمئنان ليك. يعني شايف برضو أنا في شوية عكوسات في حياتكم، الحاجة اللي تكونوا عايزينها ما بتكملش، بمجرد ما تفكروا فيها ما بتكملش أصلا. بس أنا شايف إن شاء الله في حد عندكم، حد دايما بيضايقكم، بيتعبكم، أو بتقعدوا معه ما بتحسوش بالراحة، بتتخانقوا يلا تشوفوه، خلي بالكم مني. انا شايف هنا في بتجهز لسفر او حابب تسافر، لانه بيكون بيخلص في طريق سفر اللي الشغل او جايله ربح او راحة من هذا السفر، هيكون مبسوط او سعيد في هذا السفر بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف شايف هنا في تخلص اوراق من جهة حكومية، او بتخلص اوراق في الحكومة وفي المحاكم، إن فيها صلح أو راحة أو رزق أو هذا من المحاكم ديالك بإذن الله تعالى راح تخلص منه. أنا شايف إن أنت في حلم بيتردد معاك كثيرا، الحلم ده بيتردد معاك كثيرا. بسم الله الكاشف، شايف إن البعض منكم دق على أكتر من باب ودايما بيحصل رجوع للوراء. بس أنا ده الفترة دي فترتكم إن أنتوا تحسنوا أي حاجة عندكم، وكمان ما تدوش على الشريك، علشان الشريك هو كمان مضغوط او يكون عنده ضغوط نفسية وانتم مش حاسين بيه، فما تدلوش على الشريك. شايف هنا بسم الله الكاشف، يعني انتم ما عارفينش برضو دنيا الشريك ايه، او مش فاهمينه، او مش فاهمين الشريك ايه اللي هو فيه، فانتم لازم تهدوا اعصابكم الفترة دي. يعني بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. شايف هنا كمان في حاجات يعني مش عاجباكم، عايزين تغيروها بقدر المستطاع. شايف البعض منكم عايز يغير اكتر من حاجة عنده في حياته، يعني شايفه دايما مستني الوقت المناسب او الطريق المناسب او الحاجة المناسبة لعل يكون عنده خير او يكون عنده حمدا تاما عند ربنا، او يعني طريقة معينة او مدخل معين او حاجة جديدة، الله اعلم. بسم الله الكاشف، شايف كمان هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، شايف في راحة، يعني في رحمة او ايمان بالله، عندكم ايمان بالله بشكل كبير جدا. يعني انتو صرتوا حاجة، يعني وقررتوا ان انتوا لازم تقفوا على رجليكم على ارض صلبه، او بمعنى صح قررتوا ان انتوا تعملوا حاجات جديده او حاجات مختلفه، قررتوا ان انتوا تمشوا او توصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه، تمشوا في الطريق المستقيم كي توصلوا للهدف اللي انتوا عايزينه.
شايف ان حاسين بخوف او بكذبه بتدور عليكم، او حاسين ان انتوا عايشين في كذبه، حاسين يعني ان في حاجات اكتر من حاجه محرومين منها. فبدات الامور تتحسن معاكم بشكل تجريدي ان شاء الله. شايف هنا المشاكل اللي عندكم ابتدت تهدى او ابتدت تنتهي، وقررتوا انكم تحلوا المشاكل اللي عندكم او تتخلصوا من المشاكل. شايف هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله الكاشف. شايف في امر معين انتم فكرتم فيه اكتر من مرة، والامر ده شايفه بخصوص علاقة او بخصوص روح مع حد او بخصوص حدا معينة معاكم. بسم الله الكاشف. شايف عندكم فرحة الفترة اللي داية، عندكم تغيير، التغيير ده بإذن الله هتستفادوا منه جدا، هيكون ونس عندكم. بسم الله الكاشف. شايف من بعد الصبر اللي انتوا صبرتوه، شايف في فرحة في قلب بيتكم، ممكن تكون زواج او رجوع او احد عزيز على قلبك في اهل بيتك هيكون عنده زواج او فرحة بمولود. ان انا شايف في فرحة في قلب بيتكم. شايف عندكم برضو خبر يخص حمل، بخص موضوع اطفال. شايف في خبر يخص موضوع اطفال، ممكن يكون حمل. شايف ان انتم مستنيين اطفال من الشريك، الا ما انتم ان شاء الله باذن الله في اطفال بتحبوها او بتخافوا عليها جدا، يعني شايف قلبكم متعلق جدا بالاطفال. شايف برضو في غيرة متبادلة، لما انتم بتغيروا على الشريك قوي، لما الشريك بيغير عليكم قوي، او انتم بسم الله الكاشف. شايف يعني في مواضيع تخص ناحية الحب، يعني تدخل ناحية الحنان. بسم الله الكاشف. شايف هنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد، عندكم تطوع من عند ربنا. انا شايف اللي هيدخل الشخص المناسب، او الشخص المناسب ده هتترموا في حضنه، او حد قريب جدا هتحكوا له على همكم، هتحكوا له على كل اي حدا مضايقاكم، هتفضفضوا ليه بكل اللي في قلبكم. الحد ده فعلا بيحبكم جدا، وهيكون كويس جدا معاكم، وهيقف معاكم في اكتر من حاجه، او هيتخطى معاكم اكتر من مشكله، علشان ربنا كريم عليكم. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما اغلق. شايف انا في تواصل، هيكون في تواصل او في مناسبة فيها فرحة ليك، يعني مناسبة بينك وما بين الحبيب او ما بين شخص عزيز على قلبك، هتكون مناسبة ما بينكم. انا شايف ان انت هتكون فيها فرحة ما بينكم، او مبسوطين او سعداء بهذا المناسبة. شايف ان هنا البعض منكم، يعني ممكن يكون البعض منكم هادي جدا الفترة دي، يعني بيتعامل بهدوء جدا، او بيتعامل كده بطريق سكوت تام لحد ما يوصل للهدف بتاعه، او لحد ما يوصل للحلم اللي هو عمال يحلم بيه. انا شايف برضو فعلا يعني بدأ يسكت، بدأ ما يتكلمش على اي حاجة، يعني شايف يعني ساكت. ومن قبل قايل واخواتي في الله، السكوت افضل. مش كل حاجة تخص حياتك تتكلم فيها او تتحدث عليها الحسد، مش كل شيء يكون على قلبك او على لسانك تنطق على لسانك تحكيه لاي احد اكتم علشان الحسد. مش كل الناس اللي بتحبك، مش كل الناس اللي بتتمنى لك الخير. انا شايف هنا، شايف في موضوع حابب تدخل فيه او مشروع ان شاء الله راح يكمل على خير باذن الله تعالى. انا شايف انه وصل لكم خبر، يعني الخبر ده هيكون في طريق ايجابي، هيكون في طريق ايجابي. انا شايف ان الرزق قدامكم، الرزق قدامكم وانتم ناويين عليه من البداية، او ناويين ان انتم تمشوا في الطريق الى المشروع او الوظيفة او الاشياء اللي هتكتسبوا منها هذا الرزق. بس فعلا في طاقة سلبية مأثرة عليكم الطاقة السلبية من طاقة السحر اللي مأثر عليكم طاقة السحر، حاولوا تخلصوا منها. هسيب لكم وكل من يعاني من السحر او من المس او من التعطيل او من تابعة، هسيب لكم الرقم ان شاء الله، او اكتب تم وانا هديك القناة التانية ان شاء الله، قناة الشيخ يوسف للعلاج، هديك اللينك باذن الله تعالى، وهسيبه لكم في صندوق الوصف. انا شايف هنا
في كلام ما بينكم وما بين حد، متزعلين، شايف في صلح ما بينكم، حدد الشخص ده عزيز على قلبك، انا شايف في طاقة سلبية ما بينكم، مشاكل او زعل ما بينكم، شايف في صلح، في حد هيتدخل طرف ثالث هيتدخل ما بينكم، هيكون فيها صلح. شايف هنا في وحدة ست متجوزة، يعني الست دي قريبة من ربنا وفعلا حبالكم الخير وبتدعي لكم، وبسبب دعائها بتخرجوا من أي مشكلة بسهولة بإذن الله تعالى. شايف بس الهموم اللي حواليكم متراكمة عليكم، شايف هنا في أمور فيها ضغط، يعني فيها حدات مأثر عليكم أو على أي تفكير عندكم، مش عارفين تاخدوا الطريق الصح، مش عارفين توصل للهدف اللي انت عايزينه من الطاقة السلبية. شايف هنا عندكم كتب كتاب أو جريان فاتحة، أو يعني عندكم حاجة هتكون فيها الخير بإذن الله تعالى، هيكون فيها الخير بإذن الله تعالى. بس خلي بالكم من فتنة الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي بتحبكم، أو حد بيأذي فيكم، أو حد بيفتن عليكم، أو أنتم مش واخدين بالكم، فخلوا بالكم من النقطة دي، خلي بالكم من النقطة دي، أو من التراكمات أو الضغوط النفسية عليكم، أو حاولوا تخلصوا من الطاقة اللي عليكم اللي مأثرة عليكم. أنا شايف هنا كمان بسم الله الأمور اللي عندكم دي فيها تغيرات، فيها تغيرات على بعض الأمور، أو في طاقات مؤثرة على الكوكب بتاعكم يعني بشكل أكتر من شكل، شايف يعني مؤثرة. بس أنا شايف إنها تكونوا مرضيين جدا بالله الفترة دي، وهتحمد ربنا جدا بإذن الله، وهتحمد ربنا على اللي بيحصل معاكم، هتقول الحمد لله. شايف الباب هيتفتح قدامكم، باب الرزق، باب الراحة، باب السعادة بإذن الله هيتفتح قدامكم، وهتخلص الباب وهتوصل لهدفك أو لمشروعك هتوصل ليه. أنا شايف إن أنت بتفكر في موضوع عايز توصل له، أو هدف أو مشروع عايز توصل له، هتوصل له بإذن الله تعالى. وبرضه جزء المال الطاقة الإيجابية، أنا شايف ديلك مال يكون ممكن مكافأة أو رجوع حق أو ردوع دين أو حوالي، ديلك مال خلال 3 نقطات بإذن الله تعالى. ديلك مال كويس هتسد منه ديان او هتشتري منه حاجة باذن الله تعالى. والنقلة من مكان لمكان، فيه النقلة من مكان لمكان، ان شاء الله ممكن تكون هتشتري منزل، او انا شايف برضه هتخرج من الطاقة السلبية، هتعدي اللي فيه وهتطلع السلم، خلاص فاضلكم خطوتين باذن الله، وهتخلص من الطاقة السلبية اللي عندكم باذن الله تعالى، وهتكون الطاقة ايجابية فيها فرحة فيها سعادة باذن الله. اتمنى لكم كل الخير والسعادة اخواتنا في الله. القراءة الاولى واكثر من قراءة سورة الزاريات بنية فتح الابواب المغلقة باذن الله تعالى. اتمنى لكم كل الخير اصحاب هذا القراءة، واسيب لكم اللينك في صندوق الوصف للعلاجات السحر، القناة الثانية قناة الشيخ يوسف فيها العلاجات إن شاء الله، أسيب لكم اللينك ادخلوا وتعالجوا من السحر اللي عندكم ومن الحسد. وكنت برضو بتعاني من السحر اكتب تم وأنا هديك اللينك القناة الثانية. وفضلا وليس أمرا أخواتنا في الله ادعموا الفيديو باللايك. القراءة الثانية حرف الضاد والط والظ والعين والغين والفه والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف قراءة أصحاب القراءة الثانية ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا أحبابي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم. إن شاء الله ديالك فرحة من عند الله، أتى أمر الله. بسم الله. هتخرج من الطاقة اللي عندك، هتخرج من الطاقة اللي عندك. أنا شايف في محكمة عندكم، والمحكمة دي هتكون خير، المحكمة هتكون خير. أنا شايف أكتر من باب قدامكم هيتفتح، الباب ده هيكون هيتفتح خلاص. شايف ان هيكون عندكم ثقة في النفس، هيكون عندكم تفاؤل اكتر من اللي انتوا فيه. شايف ان في حد قال لكم كلام سلبي اثر عليكم في تفكيركم، اثر عليكم في مواضيع، يعني اثر عليكم في حاجة. شايف هنا في كمان يعني هتكونوا مميزين اكتر من حاجة باذن الله تعالى.
يعني يكون عندكم امور هتتخطوها او امور هتتغير معاكم. انا شايف ان كان عندكم في الماضي اكتر من مشكلة، يعني اكتر من تعب، اكتر من خذلان، اكتر من صدمات مضرته بيه، اكتر من تعب ضيق حصل عندكم، موقف احد اذاكم بتعانوا منه، او كان لكم مال عند حد وما عرفتوش تاخدوه، او حصل معكم غدر، او حصلت معكم مشاكل. انا شايف في كسرة في قلبكم او زعلانين. شايف هنا عندكم انتوا قررتم تعملوا حاجات جديدة، تعملوا حاجات جديدة الفترة دي. شايف ان انت هتوصل للهدف اللي انت عايزه، يعني شايف الهدف ده هيخليك في كمية الفرحة، او ان انتم فاعلين الخير. انا شايف ان انتم حد بيهتم بيكم او حابب يهتم بيكم، ان شاء الله حد قريب على قلبك او عزيز على قلبك. انا شايف هنا برضه بسم الله الكاشف، شايف في النقلة من مكان لمكان، حابب تنقل، حابب تتغير، حابب السكن، حابب تنقل لمكان آخر، حابب تشتري منزل. إن شاء الله ديالك المال، لأن في مال دايلك، أنت منتظر المال أو منتظر المكان المناسب اللي هتنقل فيه. شايف إن برضو عندكم أكتر من تعطيل، أكتر من تعطيل عندكم، أو بسبب الحسد الشديد، عندكم حسد شديد ووقف الحال اللي عندكم بسبب الناس الآخرين بتحسد وبتحقد عليكم. انا شايف عندكم حاجة تتفتح قدامكم، والحاجة دي هيكون فيها خير. شايف هنا كمان البعض منكم عنده اسمة او قسمة هتتفتح قدامه، هيكون فيها نصيب ليكم انتو، هيكون فيها نصيب ليكم انتو. انا شايف هنا في ناس عندكم عايزة توقعكم في الشر او عايزة تخرب بيوتكم، بس انتو هتطلعوهم برا حياتكم. انا شايف ان انت تطلعهم برا حياتكم، وهيكون عندكم ثقة بنفسيكم بإذن الله تعالى. انا شايف ما تقلقوش، ما تقلقوش، انا شايف ان عندكم تحسن اكتر من حادة، انا شايف عندكم تحسن اكتر من حادة، وبإذن الله يكون عندكم طاقة إيجابية، عندكم طاقة إيجابية بإذن الله تعالى. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وادعم الفيديو باللايك أحبابي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف ان انت بتخلص اوراق في المحاكم، او بتخلصوا او بتشتكوا حد او بتعملوا حاجة في المحاكم، ان شاء الله تخلص على خير. حان الوقت ان ربنا يكرمكم، حان الوقت ان ربنا يديكم من حيث لا تحتسب. انا شايف كمان انتم حاسين ان الدنيا مطلعة عنكم، حاسين ان في حاجات كتيرة تعبتوا فيها، حاسين ان انتم تعبتوا قوي، بس انا شايف ان عندكم لقاء مع حبيب او مع حد. شايف هنا بقالكم مدة عن بعض، مدة غايبين عن بعض. شايف هنا حد عندكم عنده الضغط عالي على طول الوقت، يعني كل حاجة بياخدها بعصبية، يعني كل حاجة بياخدها على حساسياته على عمله أو على أمور مختلفة عنده. بسم الله الكاشف. أنا شايف كمان الفترة دي هيكون عندكم تجربة، والتجربة دي هتكون جديدة. شايف البعض منكم عنده ذهب، البعض منكم عنده لبس جديد او خطوبة هتتم على خير. يعني انا شايف ان عندكم استقرار نفسي، بس انتوا اكتر حاجة بتشتكوا منها الفترة دي الوجع في المعدة والرجلين بيزيد معاكم، والعمود الفقري. خلي بالكم، خلي بالكم. انا شايف هنا في حاجات هتخرجوها من جواكم، يعني هتقطع علاقتكم بيه، في ناس او صحبة هتقطع علاقتكم بيه. الصحبة دي هتحسوا ان هي منافقة، ان هي بتكذب عليكم او بتخدعكم او عايزة تمشيكم في الطريق الخطأ. شايف ان انت هتصفوا حساباتكم. بسم الله الكاشف. انا شايف في ظلم نفسي، انتوا ظالمين نفسكم بيه، يعني بسبب حد، او انتوا بتعاقبوا نفسيكم علشان حد في امور، يعني شايف امور متلخبطة عندكم. شايف في حاجة ما بتتمش عندكم، رغم ان انتوا بتكونوا ماشيين بمرض الله او ناويين، بس الحاجة دي ما بتتمش، بس ان شاء الله باذن الله هتتم باذن الله تعالى. انا شايف اللي فترة دي اللي مستني حمل، انا شايف في حمل، في حمل باذن الله تعالى. اللي مستني حمل ان شاء الله في حمل. انا شايف هنا دايما وشكم بشوش، المكان اللي بتدخلوا فيه بيكون فيه طاقات ايجابية، في فرد، في الناس اللي حواليكم بتحبكم جدا، بس مش كل الناس اللي بتحبكم.
أنا شايف إن عشان أنتوا طيبين جدا ومخلصين جدا وبتفعلوا خير مع الناس كلها، بس في ناس كثيرة ما يتمرش فيها الخير اللي أنتوا بتعملوه معاها. بس يعني أنا شايف أنتوا بتعملوا لله، إن أنتوا بتقولوا أنا بعمل الخير لله، مش بحاسب البشر أو مش بتعامل عشان خاطر البشر، أنا بعمل الخير أو بساعد عشان خاطر الله. عشان انتوا زرعتوا، انا شايف ان انتوا زرعتوا والزرع هتحصدوه، زرعتوا فترة وهتحصدوا. انا شايف ان خلي بالك من واحدة قريبة ليك عاملة زي الافعى، عايزة تخرب ما بينك وما بين الشريك، او عايزة تدمر حياتك، او عايزة تتعبك. خلي بالك عاملة لك بطاقة سحر، سحر مرشوش، عاملة لك طاقة سحر مرشوش، وبإذن الله هتخلص من هذا السحر إن شاء الله. راح يخرج الطاقة السلبية كلها من منزلك بإذن الله تعالى، وإنتوا عارفين طبعا مين اللي عاملة لكم السحر، وعارفين ومنكم بيحاول يفك هذا السحر أو يخلص من هذا السحر. هسيب لكم الرقم إن شاء الله، تواصلوا معنا للعلاج بإذن الله تعالى. أنا شايف إن إنتوا برضه ما مستنيينش حدا من حد، ولا ما لكم شي علاقة بأي حد. صبرتوا كتير وعملتوا كتير في حياتكم، حان الوقت ان ربنا يكرمكم في حياتكم من حيث لا تحتسب. انا شايف عندكم هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، بينكم وبينه حاسين ان هو روحكم، حاسين ان الشخص ده هو المناسب ليكم او مناسب معاكم، او هو الشخص ده اللي هيكون شريك حياتكم. شايف يا رب عندكم لم شمل الفترة دي بشكل كبير جدا، شايف ان في لم شمل ان شاء الله قريب جدا. شايف في قسمة مفتوحة، قسمة مفتوحة، دايما خلوا املكم بربنا على طول، او خلوا املكم بربنا كبير، لان صدقني بعد الصبر جبر خاطر، هتلاقوا الدنيا فتحت معاكم مرة واحدة بإذن الله تعالى، بتعويضات إلهية قادمة ليكم على كل التعب اللي تعبتوه واللي حصل معاكم. انا شايف ان في صلح ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، حصل مشاكل ما بينك وما بينه، في صلح ان شاء الله. شايف برضه في مقابلة او صدفة هتتصادفوا مع حد او هتتقابلوا مع حد، يعني نعم انتم مستنيينه، بس لما تحصل الصدفة دي مش هتبقوا او ما كنتوش متخيلين ان انتوا هتتوقعين ان انت الصدفة دي هتحصل، ان انتوا تتقابلوا. انا شايف هنا خلي بالكم كويس جدا الفترة دي، خلي بالكم كويس جدا من صحتكم الفترة دي فضلا وليس أمرا. صلوا على الحبيب المصطفى في التعليقات، ودعم الفيديو باللايك أخواتي في الله. عايزكم يعني تمسكوا شوية على إيدكم، يعني ما تصرفوش كتير، ما تصرفوش زيادة عن اللزوم. أنا شايف إن أنتوا اتعرفتوا على حد، والحد أخذ منكم حاجات كتيرة جدا، فأنتم على موعد فرحة، فما تضيعوش الفرحة دي. اللي انتم اتعرضتم على ظلم كتير بسبب طيبة قلبكم، يعني وبسبب ان انتم طيبين جدا. انا شايف ان عندكم اعداء اكتر من حد، او اكتر من عدو، يعني اكتر من شخص مظلم، اكتر من شخص منافق، او اكتر من شخص ان انتم مش واخدين بالكم منه، او من الاعداء اللي حواليكم. الاعداء اللي حواليكم دي يعني بتوجع عليكم كلام سلبي، او بتقول فيكم ما ليس فيكم، او بتتحدث عليكم بكلام سلبي او كلام مش كويس. بسم الله الكاشف. شايف هنا يا اخواتي في الله، في حد بيراقبكم، والحد بيراقبكم ده كان جارحكم في يوم من الايام، مازال بيراقبكم، مازال حاطط عينه عليكم، يعني مازال هو اصلا شخص ظالم، فمازال هو يعاني، او هو يعني شاف بيتكلم عليكم اكتر من حاجه. بس في تدبير من عند ربنا بشكل كبير جدا انك تاخد حقك. شايف انا هتكونوا باذن الله تعالى في خير، في باب هيتفتح قدامك، الباب ده كنت بتحاول تفتحه من قبل، راح يفتح قدامك وهتمشي في الطريق، في رزق ليك باذن الله تعالى، في اكتر من حاجه هتعملها بقدره الله. شايف الاعداء اللي حواليكم دي هدفهم الوحيد انهم هم يعملوا لكم عراقيل، او يعملوا لكم مشاكل سلبيه، او يشوفوك ساقط وليس نادح، ما عايزينكش تكون نادح. شايف ان ازينكم برضو في قلب بيتكم،
شاف إن وحدة دخلت عندكم وما زالت ما دخلت عندكم السدية، أنتم لحدك الآن بتعانوا. هي طاقة السحر، السحر المرشوش هي التي سوته ليكم بيها العراقيل، بيها التعب. ما فيش حدا مكتمل معاكم، النفور ما بينكم وما بين الشريك، حصل مشاكل، ما فيش عندك التعطيل، تحصل مشاكل بدون أي أسباب، والتعب. شايف برضو إن عندكم حظ إن شاء الله، شايف عندكم بسم الله الكاشف، شايف يعني أي حد مأثر عليكم بلاش الطاقة السلبية أكتر، شايف يعني أي حد يعملكم طاقة مأثر عليكم ابعدوا ابعدوا عنه. أنا شايف برضو إن أنتم بتدهزوا نفسيكم أو حابين تنقلوا من مكان لمكان، شراء منزل أو شراء بشبك وتمضي عقود. العقد ده ممكن يكون شراء منزل او شراء ارض ان شاء الله. شايف ان انا في امرين محتارين فيهم، ان شاء الله هيكونوا في خير، هيكونوا خير الموضوعين اللي انت محتار فيهم. وبلاش حير واترك الامور كلها في يد الله. ان شايف برضو ان انتم مش عارفين تبداوا ازاي او تعملوا ايه، ما تقلقوش خالص، ان التبشرات هتكون من عند ربنا، والطاقة الإيجابية بإذن الله تعالى هتكون من عند ربنا قادمة ليك بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. شايف برضو، اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق، شايف في سفر، طريق سفر، طريق سفر، بس خلي بالكم من النصابين، لان حد ممكن ينصب عليكم. خلوا بالكم من النصب عشان شايف في فتنة، في فتنة، خلوا بالكم خلي بالكم عشان انتوا حاسين ان انتوا مخنوقين، فخلوا بالكم. انا شايف برضو انا بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف في حد ما بينكم وبينه حصل كلام او حصل زعل مأثر على قلبك، زعلان منه، مع انك كنت قدمت له الخير بس ما لقيتوش وقف معاك في ظهرك، او ما سندكش، او ما قالش الحق، قالف عليك كلام او كسر قلبك. شايفك زعلان او مكسور منه. شايف في حد ظلمك، افترى عليك برضو، انه شاف ليك بتتحسبن حسبي الله ونعم الوكيل على حد. شايف ليك نصرة، حقك رادع باذن الله تعالى، حقك رادع. انا شايف برضو في يعني في شوية تعب عندك والضغوطات دول إن شاء الله راح يخلصوا، راح يخلصوا بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا أنتم خدتوا قرارات صعبة أو ممكن تاخدوا قرارات صعبة. أنا شايف إن أنتم برضو بتحبوا الطرف الثاني، بس برضو بتاخدوا قرار صعب محدش ياخده بسهولة. أنا شايف برضو عندكم عزة النفس عالية، ما بتحبوش ترخصوا نفسيكم مهما كان. عندكم علم جديد في حياتكم، عندكم فرحة جديدة، شايف عندكم توفيق من عند ربنا الفترة دي. شايف الفترة دي هتكون فترة تعويض عن الصبر اللي انتم عشتوه او اللي انتم كنتم فيه او فيه لحدك الآن. شايف برضو في هنا بإذن الله الكاشف في حد من بعيد عنكم، الحد هيدعمك او هيخليك تسافر او راح يدعمك في مال، لان انا شايفك مبسوط مع هذا الشخص بسم الله الكاشف. شايف ان شاء الله، شايف في ردوع ما بين المنفصلين، شايف في رجوع، في صلح، في عتاب، شايف عتاب وصلح ورجوع ان شاء الله باذن الله تعالى. شايف ان انتم باذن الله الفرحة هتكون في قلب بيتك، الفرحة هتكون في قلب بيتك إن شاء الله، لإما زواج جديد، لإما رجوع ما بينك وما بين العزيز على قلبك سواء الحبيب أو الزوج إن شاء الله، لإما رجوع لإما زواج مرة أخرى بسم الله الكاشف. شايف هنا بسم الله في فك بلوك، شايف حصل مشاكل ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، عم في حصل بلوك ما بينكم، راح ينفك هذا البلوك قريبا بإذن الله ما بينك خطوتين وراح ينفك. شايف إن أنتوا هتبعدوا عن ناس هتحسوا او شخص هتبعدوا عنه، هتحسوا ان الشخص ده اناني او مش كويس فرحين تبعدوا عنه. شايف برضو في حاجات كتيرة دواكم عايزين تعملوها، راح تعملوها باذن الله تعالى. شايف هنا برضو، اللهم صل على سيدنا محمد، في حد عاملكم عراقيل ودايما اذيكم باي الطرق، يعني عشان انتوا طيبين جدا، انتوا طيبين جدا، بس الموده بتوديكم وتجيبكم، ما تعرفوش تاخدوا قرارات، ما عارفينش تعملوا اي امور في حياتكم. شايف الفتره دي هيكون فيها خير، هيكون فيها خير،
هيكون قريب منكم جدا يعني، وانتوا وصلتوا له. شايف ان البعض منكم برضو مستني يغير مدينته، مستني يغير حاجة عندكم، في طاقة جديدة انتوا مستنيينها. شايف هنا في ناس قريبين منكم، يعني الناس دي تفضلوا تتكلموا عنها كتير، تفضلوا تفتحوا معاها مواضيع، بس خلي بالكم الناس دي بسبب الأذى اللي عندكم، بسبب الأذى أو بسبب كسرة القلب اللي حصلت عندكم أكتر من مرة. يعني شايف هنا الخذلان اللي انتوا مرتوا بيه أو التعب اللي انتوا بيه، إن هو أذاكم أذاكم. بس بسم الله ما شاء الله ربنا هيديكم من حيث لا تحتسب، وهيكرمكم بإذن الله تعالى، وهيكرمكم بإذن الله. صلى على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. شايفنا هيكون في تواصل ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك. شايف الشخص ده بيحبك وانت بتحبه، وفي تبادل حب ان شاء الله. هيكون تواصل ما بينك وما بينه، توصل الى مرحلة الارتباط ان شاء الله. شايف بس خلي بالكم من الكلام او من السحر، لان السحر مأثر عليكم ومأثر برضو على الشريك او على الحبيب او على العزيز على قلبك، مأثر عليه. فخلوا بالكم عشان شايف ان انتوا بتعملوا اي حاجة جديدة او تكون في تعارف على حد بتحصل مشاكل او بتحصل امور معاكسة، يعني تعكس معاكم الامور. بس ان شاء الله الامور اللي ده دي هتكون فيها طاقة جديدة، هتكون فيها طاقة كويسة. انا شايف كده برضو باذن الله، ان لما انتوا ماشي بتعانوا من الديون، انا شايف ان انتوا بتعانوا من حد عرف يضحك عليكم او كان مفسد جدا في حياتكم، ان شاء الله راح تخلصوا، او انتوا خشاف خرجتوه من حياتكم وراح تخلصوا من هذا الاشي. شايف برضو ان عندكم في فتح النصيب قدامكم، يعني في فتح نصيب. انا شايف معنى صح ان انتوا تعملوا حاجات جديدة فيها راحة ليكم. خلي بالكم من نفسيكم وكونوا حذرين مع الناس اللي انت بتتعاملوا معاها، مش كل اللي في قلبك يكون على لسانك. شايف ان في ناس بتكرهكم، في ناس بتكرهكم. انا شايف عندكم زيارة لحد، زيارة لحد، والزيارة دي هتكون مفاجأة او هتكون طاقة ايجابية. يعني شايف عندكم موعد مع حد ان شاء الله هيكون فيه الخير والراحة ليكم، لان قلبكم طيب، بتحبوا الخير للناس كلها، ما بتحبوش تأذوا على حد، ما بتحبوش تتكلموا على حد. شايف هنا العيون عليكم، العيون عليكم الايام دي، الاذى مفتوح. فيا ريت تخلوا بالكم، يا ريت تخلوا بالكم، ما تخلوش حد يمسك تليفونكم، ما تخلوش حد يمسك عليكم حاجة. حاولوا تكونوا حريصين، مش كل الناس اللي بتتمنى لكم الخير، او في ناس بيحاب توقعكم في الشر او حابة توقعكم في الاذى، علشان ما تخسروش نفسيكم او تخسروا حاجات كتيرة، فحاولوا تكون حريص. بسم الله الكاشف. انا في شاف حد مسك عليك حاجة او مسك عليك صور او مسك عليك حاجة لانك بتعاتبه، حصل مشاكل ما بينك وما بينه، ان شاء الله هيكون خير باذن الله، وتعدي الامور على خير، لان شايف في خير من ورا عمل صالح عملتوه ان شاء الله. شايف هنا بسم الله الكاشف، شايف ان انتو ناويين تعملوا عمل انساني، تعملوا عمل انساني او حاجة جديدة في حياتكم. شايف ازدهار جديد، والله اعلم انتم ناويين على ايه. ما شاء الله انا شايف عندكم نية مفتوحة وبشرة خير، يعني هتكون في تفاؤل، في حب من عند ربنا. شايف برضو زي ما قلت ان انتم يعني هيكون عندكم لقاء حلو. شايف بطريق جديد، الطريق ده مفتوح ليكم، يعني فيه توفيق ليكم بإذن الله. شايف بس خلوا أعصابكم الفترة دي هادية، وبلاش العصبية، بلاش تاخدوا كل حاجة على عصبيتكم، بلاش عشان خاطر الطاقات. انتم كفاية الطاقات السلبية اللي عندكم، كفاية الطاقة السلبية اللي عندكم، وحاولوا تخلصوا من هذا السحر. اكتب تم في التعليقات ان شاء الله، وانا هديك اللينك القناة في العلاج بإذن الله تعالى. شايف هنا يعني خليكم هاديين، ما تكونش عصبيين، ما تاخدوش كل كلمة بحساسية، يعني بلاش عشان خاطر الطاقة السلبية اللي عندكم، علشان افتح معاكم الأبواب بإذن الله تعالى. طيب هذا
هذا قراءتنا أخواتنا في الله، أتمنى لكم الخير والسعادة إن شاء الله أصحاب هذا القراءة الثانية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيكم حتى يرضيكم. هذا القراءة الثانية، تمت القراءة الثانية وأكثر من قراءة سورة النحل بنية قضاء الحاجة بإذن الله تعالى، راح تقضى حاجتك. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من التعطيل أو من التابعة يكتب تم، وأنا هديك اللينك عن القناة الثانية، أو هسيبه لكم في صندوق الوصف، في صندوق الوصف لينك العلاجات بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم، وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.